عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. في هذا الفيديو إن شاء الله البنات نديروا مجموعين واحد جوج وصفات للوجه الشاحب، باش نعطيو نديروا لهاد لي ماسك باش نعطيو واحد النظرة، واحد الجمالية، واحد البشاشة للوجه. هاد الوصفات وهاد المكونات أو بالأحرى المكونات موجودين عند أي سيدة في المطبخ نتاعها. دونك اندوزو ان شاء الله ونبداو باش بلا ما نطول عليكم. اندوزو الوصفه الاولى الا وهي القهوه. هذه القهوه هذه ملي تنديروها في العصاره ديال القهوه تناخذوا هذا. انا يلا كي حليته من العصاره القهوه ناخذ جوج معالق صغار ديال القهوه اللي ديجا مستعملينها، وناخذ جوج معالق ديال العسل، هكذايا. هادو مكونات عندنا في المطبخ نتاعنا، علاش لا ما نتهلاش في راسنا من بعد التعب ديال المنزل، او عندنا اشياء كثيره ما تنقضيوها في النهار تيجي بالليل من الافضل نديروها. وهاد الماسك البنات ماشي يوميا، انا نعطيكم نصيحه وهي الا وهي الا قدرتوا ديروها مره في الاسبوع سي ديجا بيان. ما نكثروش على جلده الوجه، لان كما عارفين الجلده ديال الوجه عندنا حساسه ورطبه، ما نهلكوهاش بهاد لي ماسك، لان عرفتوا هاد الحبيبه ديال القهوه نقدروا الا درتوا ثلاثه راك تضروا بالبشره ديالكم. انا النصيحه ديالتي واحده البنات، ديروا مرة في الأسبوع وخليوها 10 دقائق، ومن بعد نوريكم كيفاش. ها هو هذا هي الوصفة الأولى، تتشديها وكذايا تحطها على البشرة ديال الوجه تاعك، تديريها هكايا واحد دائرية، تتخليها كما قلت لكم 10 دقائق هكذايا، ومن بعد تتبقاي تمصي بشويه غير بشويه عليك، وما تبركيش ما تبركيش على الجلد ديال الوجه. كما قلت لكم راه عندنا البشره حساسه ورقيقه، ماشي حساسه رقيقه، ما يمكنناش نهلكوها ونبركو بزاف. ومع هذه الحبيبه ديال القهوه نتفاداو نبركو، تنبقاو هكايا هكايا هكذا على الوجه، وتنحافظوا تنحاولوا باش ما نقربوش الدائره ديال العينين، وهكذا صافي بال 10 دقائق كما قلت لكم، وتغسلوا وجهكم، ومن الافضل الى لقيتوا الماء ديال الورد ابخي دوزوا على وجهكم. صافي ندوزوا الوصفه الثانيه. اما الوصفه الثانيه البنات وهي لتبييض الوجه. شنو هما بمكونين عندنا في المطبخ نتاعنا؟ ما تنجيبو شي حاجه اللي ما معروفاش، تنجيبو الحويجات اللي عندنا طبيعيين وموجودين عندنا في المطبخ. شنو هما عندنا؟ غنبداو بالمكون الاول هو العسل، ناخذ جوج معالق صغار ديال العسل، كذلك نضيف جوج معالق ديال الحليب، معلقة صغار، صافي. وكنخلطوا هاد المكونين بعضهم بعض هكذا، هذا من الافضل البنات ديروهم بالليل، ما تبغيو تنعسوهم قبل بواحد ساعتين هكذا، ديرهم السيده. وانا كما قلت لكم البنات انا الوصفات راه شتوني ما تنديرش يوميا او هذا، تنديرهم انا قلال في القناه نتاعي، لاني تنبغي نجرب الوصفه وعاد نحطها لكم في القناه.
صافي هادو البنات صدقوني، هادو الا درتو هذا بالحليب مع العسل وعارف المزايا ديال العسل، صافي تناخدو هكذايا. صافي اما ديريها بالاصبع نتاعك هكذا، ولا تاخدي واحد المنشفه هكايا وديري بشويه على الوجه ديالك. وكما تنقول لكم حافظوا على الوجه، الوجه راه هو كل شيء عند السيده. صافي هكذايا ونخليه كذلك واحد 10 دقائق ونشلوه بالماء، ما يكون سخون وما يكونش بارد هكايا. وصافي ومن بعد كما ديما نديرو من بعد الغسيل الوجه نديرو الماء الورد يكون افضل. دونك وصلنا لنهايه الفيديو، تنتمنى من الله هاد جوج وصفات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. علاش لا؟ لانهم راه تعطي واحد النظره البنات صدقوني، واحد النظره للوجه الشاحب او المرهق. دونك تنقول لكم مع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.